عني الشعب اليمني في هذه الذكرى الخالدة التي لها مكان في قلوبنا بعد رحيل الاستعمار البريطاني من هذه البلاد الطيبة وهذه البلاد الطاهرة التي إن شاء الله أن يكون شعبها وقواتها مددا لإخواننا الذين مدونا في وقت أو في ساعة العسرة التي مرت على هذا الشعب. وإننا نجدد العهد لله سبحانه وتعالى ثم لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والنائب علي محسن صالح الأحمر، ونقول لهم سيروا فنحن بعدكم لتحرير هذه البلاد من هذه الشرذمة. بمناسبة العيد الوطني 30 نوفمبر أتقدم إلى كل الشعب اليمني بحار التهاني والتبريكات، نأمل أن قد يعود العيد وقد حررنا هذا الأرض الغالية من وطننا. نهني ونبارك للشعب اليمني بذكرى 30 نوفمبر، الذكرى الغالية على قلوبنا وعلى قلوب الشعب اليمني، ونجدد العهد بأننا سائرون على درب الحرية والنضال. نهني الشعب اليمني بطرد البريطانيين، ونسأل الله كما أخرج البريطانيين أن يخرج الحوثة وعفاش وأن يعم الاستقرار في اليمن.